انور لا بريمير دي شوز، بعدا مرحبا بك في اسفي. من جديد انت راك ولد الدار؟ من جديد لا من جديد في اسفي. اييه مرحبا انت ولد الدار. والله الا ولد الدار وعزيز عليا اسفي وناس اسفي، وبدينا مجموعه ديال الاعمال هنا في مدينه اسفي وباقي الخير لقدام ان شاء الله. دابا اسفي ولات بحال لا مدينتي الثالثه ماشي الثانيه، حيت الاولى هي وجده، زعما تزاديت في تازه وكبرت في وجده، والمدينه الثانيه دابا هي سلا وتاسفي الثالثه. مرحبا بك الله يحفظك. والله الا تما عزاز، اشنو تقول لنا اليوم على العرض ديالكم فين؟ العرض ديالكم فين هو واحد العرض اللي درناه اشتغلنا عليه كفرقه البومبا كوميك في الحجر الصحي، وهو واحد التاريخ المرحله ديال الحجر الصحي اللي عشناها المغاربه كاملين في الوقيته ديال الكورونا. حاولنا اننا ننتقل مجموعه من الاحداث اللي طرات في هذيك الفتره، وحاولنا اننا نقدموها بحال بواحد طابق كوميدي اللي كنرجعوا واحد النوستالجيا في هذيك الفتره اللي دوزنا كاملين، وداك الشيء بطريقه كوميديه. وهادشي اللي كاين. العرض اليوم كان في مدينه اسفي، من قبل كانت في كازا. الجمهور ديال اسفي، الجمهور ديال اسفي، حنا لعبنا في اسفي، زعما ماشي اول مره كنلعبوا في اسفي، ولكن لعبنا بزاف ديال العروض. الجمهور ديال اسفي عنده واحد التفاعل جميل جدا مع 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 الفرقه ديال البومبا كوميك، لان دابا حنا كسبنا جمهور في يعني على مر العروض اللي لعبناها هنا في اسفي، والدليل اننا لعبنا بقيشي فيرمي بشبابيك مغلقه. يلاه زعما الناس حطينا التيكي للبيع، لقينا كل شيء تباع الحمد لله. هذا شرف لنا، وكنشكروا جمهور مدينه اسفي على هذا، على الدعم ديالهم وعلى المسانده ديالهم لفرقه البومبا كوميك. طبعا كما كنقولوا حنا، الجماهير المغربيه كامله تواقه للضحك وتواقه للكوميديا الهادفه، والحمد لله. الدليل على اننا لعبنا بشبابيك مغلقه هذا يدل على حب جمهور مدينه اسفي لفرقه البومبا كوميك. انور لثاني مره اعتقد انه غادي يغيب احد اعضاء الفرقه من بعد كازا، اليوم ايضا غيب. ما سر الغياب؟ ديك النهار كانت ورقه الطبيب، دابا شنو كاين؟ ورقه الفرملي. واش الفرقه بخير زعما؟ شوف الفرقه بخير، نقول انا دائما كنقول الفرقه مدرسه، هذه فرقه البومبا كوميك مدرسه، والدليل اننا احنا بدينا في 15 بينا في الفرقه، كانوا اعضاء اللي كانوا معنا، وكاين اللي مشى، كاين اللي ما اقتنعش بالاداء ديال، ربما عنده كارير احسن، باغي جا شي عرض اخر او لا كذا. احنا شوف نقول لك واحد المساله، احنا الفرقه كتبقى فرقه، المؤسسين ديال الفرقه راه باقيين هما كاين اللي ربما ما عجبوش الحال، او لا ربما باغي بنا ليه حنا مازالين صغار، او لا هو باغي يكبر في شي بلاصه، الله يسهل على كل واحد. الاهم حاجه هو ان العلاقه كتبقى مزيانه مع الجميع، ومدرسه البومبا كوميك مفتوحه في وجه الجميع، ومن اقتنع مرحبا، اللي ما اقتنعش مرحبا، نعاونوه بطريقتنا ولا ما نعاونوش. هادشي يعني باي باي الكونطوار؟ لا الكونطوار باقي الكونطوار، غادي يشوفوه الناس، زعما غادي يشوفوه في حله جديده، ماشي في حله جديده، غادي نعاودو يشوفوه ولكن بطريقه اخرى ان شاء الله. وانت كتقصد طارق، دابا جيني نيشان وقول لي مع طارق بلا ما تقدر لي هذاك الضرب ديال الدوره من الوالديه. لا شوف طارق باقي زعما باقي علاقتنا معاه مزيانه، باقي خونا وحبيبنا وصديق ديالنا. حاليا يمر بواحد الفتره، هو قال انني انا عيان ما باغيش نخدم، باغي يرتاح. كما وقع مع ياسين واحد الوقت. نعم كما وقع مع ياسين واحد ياسين الوقت. كان عيان، كان مساله صحيه. طارق شويه عياشي شويه، بغى يرتاح، عنده واحد الفرصه، عنده زعما مهله ديال الراحه ديالو، والباب مفتوح للجميع. انا قلت لك سي انور، بعض الناس يعيبون عليك مؤخرا على انه مشيت شويه في ما هو اشعاري، على كاشا دي فلوس شي حاجه كوم صح؟ اييه. ونقصتوا شويه من داك لي كابسول اللي كنتو كتلوحوا واللي ولفوهم الناس سوغ انترنت. شوف انا نقول لك واحد المساله، دابا حنا الناس هاد لي كولابوراسيون او هاد الاشهارات اللي كنخدموا هما باش كيعيش الفنان. دابا الا جينا نعولوا حنا على يوتيوب غيعيش 12 لواحد ولا بلي تكنيسيان بداك الشيء، ما يمكنش نعيشوا حنا 12 لواحد بيوتيوب، فهمتيني؟ لذلك كيكون عندنا عروض مع الشركات اشهاريه، هادو اشهارات اللي كنخدموهم حنا كشركه وكفرقه كنضمنوها. دابا الدراري دابا عرفتي المشكل فين كاين؟ هو ان واحد العاد ماشي كاين بزاف الناس، انا نقول لك واحد 70% كيشجعونا على هذه القضيه،
وكاين واحد 30% خصنا نبقاو نبالو لهم ديما ولاد الشعب هما المزاليط. ما خصناش ندبروا على راسنا. لي كابسول نقول لك علاش ما بقاوش لي كابسول ما بقاوش غير في رمضان نظرا لان كانوا عندنا بزاف ديال الاعمال في رمضان، سواء على مستوى الكتابه، سواء على مستوى التمثيل، سواء على مستوى العروض. حنا مورا رمضان غنعاودو نرجعو لي كابسول، يعني الوقت باش نخدمو دوك لي كابسول ما كانش عندنا في رمضان. زعما المساله اظن ان الجمهور اللي كيتبع فرقه البومبا كوميك غيتقبلها وغيفرح لنا، لان حنا راه ولاد الشعب. راه البارح واحد قال لي وعطيو لنا التيكي حنا ولاد الشعب، قلت له حنا منين ولاد شي حاجه اخرى؟ مساله باينه، حنا خدامين. الناس اللي كيتفرجوا فينا خصهم بالعكس خصهم يفرحوا ويشجعونا ويقولوا مزيان هاد الناس بعدا يدبروا على راسهم ويخدموا، لان هذه حرفتنا حنا ماشي موظفين. بعد عامين اصلا ديال بعد عامين ومن بعد بزاف، حنا راه ماشي عامين، حنا راه دوزنا كونفينمون من 2018. راك شتي انت الخدمه راه ماشي زعما كنطحنوا في الخدمه وداك الشيء. المهم حنا غادي دقه دابا ملي يبداو كيتفتحوا شي بيبان نخدموا على راسنا. والناس راه كنظن ان 90% من الجمهور ديال البومبا كوميك باغينا ندبروا على راسنا، زعما باش نكونوا واضحين، باش نعطيو فلاصين مزيان ونعطيو في الاداء ديالنا مزيان. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.